أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا
صدق